حياكم الله مشاهدينا ومتابعي قناة دبليو تي في شاشة وطن، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي برنامج المعتمد. إهمال المعتمد بمحافظة البصرة منذ أمد بعيد دون إيجاد الحلول لهاي المشاكل اللي أصبحت مشاكل يومية يعيشها المواطن البصري. منطقة الأصمعي حالها حال بقية مناطق البصرة، تعاني الإهمال بالمجاري وتفتقر لمشاريع التبليط، ويوم بعد يوم يستاء الوضع دون إيجاد حلول من قبل المحافظة رغم مطالبات المواطنين ومناشداتهم، لكن ماكو أي استجابة. الدول كلها تتمنى المطر، إلا بالعراق يصير نقمة مو نعمة، لأن الشوارع تصير حالها حال مدينة البندقية، وهذا الوضع صار لسنين. أهل المنطقة اليوم وصلوا مناشدتهم لبرنامج المعتمد لأن تعبوا وما خلوا باب ما طرقوها، لكن الحال باقي مثل ما هو عليه، مشاريع وهمية وبوق فلوس المشاريع وفساد مالي وإداري. راح نسلط الضوء على هاي المنطقة المنكوبة وراح نعرف تفاصيل أكثر بحلقة اليوم من برنامج المعتمد، لكن خلينا نروح نشوف هذا التقرير من بعدها نرجع نكمل وياكم. أيادي الفساد نهبت خيرات البصرة الحبيبة، مما انعكس على واقعها الصحي والخدمي وانعدام بنيتها التحتية في أغلب مناطقها. وهذه المرة نفتح ملف منطقة الأصمعي التي تعاني الإهمال ونقص الخدمات، مما انعكس على نفسية المواطنين الساكنين فيها وقطع أرزاقهم بسبب تساقط الأمطار في فصل الشتاء، حيث تحولت المنطقة إلى برك من المياه الآسينة. فهذا المنظر يتكرر في موسم الشتاء من كل عام، تراجع الخدمات المقدمة للمنطقة ومشاريع وهمية تقام بين الفترة والأخرى، مما أدى إلى تدهور شوارع المنطقة وانعكس على الأهالي وجعلها تخلو من سكانها، وأصبحت منطقة شبه خالية لهجرة أهاليها. شكرا لزميلنا المخرج وايضا زميلنا عبد الله الطايل اللي دائما يزودنا بتقارير حصريه لبرنامج المعتمد. يعني اليوم ما نعرف شنو السبب اهمال محافظه البصره الحبيبه، هل هو يعني اهمال متعمد من قبل الحكومه والقائمين على المحافظه، وهل هنالك ايادي خفيه تقف وراء ذلك؟ عندنا اليوم هوايه اسئله، واليوم راح نطرحها على ضيوفنا الموجودين ويانا عبر السكايب، يعني هو الشيخ علي المنصوري وجهاء احد شيوخ المنطقه، وايضا السيد حيدر الجزائري احد وجهاء منطقه الاصمعي. يعني هاي المشكله هي الظاهر مشكله ابديه منذ عام 2003 لحد هذا اليوم. محافظة البصرة يوم بعد يوم دا تتدهور، يوم بعد يوم تعاني من إهمال متعمد، وهنالك أيادي خفية وأيادي الفساد تقف وراء ذلك. تخصص لمحافظة البصرة ميزانية مالية، لكن للأسف كلها تروح بجيوب الفاسدين وكلها تروح للبوق والمحاصصة الحزبية. يعني اليوم محافظة البصرة حالها حال بقية المحافظات، تعاني من إهمال شديد للأسف ما يخص يعني المجاري ونقص يعني المياه غير صالحة للشرب، تعاني من نقص التبليط، تعاني اليوم كل هالدول تتمنى نعمة المطر، إلا بالعراق هو صار نقمة على العراقيين مو نعمة. يعني اليوم نشوف إذا مطرت الدنيا تتحول إلى برك من المياه الآسنة. اليوم أهالي منطقة الأصمعي تركوا منطقتهم وصارت اليوم شبه يعني مدينة خالية، يعني صارت كأنما مدينة للأشباح، لأن يقول لك يعني بفصل الشتاء شلون أقدر أعيش، شلون أقدر أطلع، شلون أقدر أمارس حياتي بشكل طبيعي. اليوم هواي ناس انقطع أرزاقهم بسبب يعني إحنا اليوم بفصل الشتاء وأمطار هاي السنة خير من الله، فالعالم اضطرت إنه تهجر مناطقها وتروح تشيل بغير مناطق. يقول لك أنا شو أسوي، شلون أقدر أطلع، شلون أقدر أشتغل إذا هي يعني فصل الشتاء كله مطر، فتحولت إلى برك من المياه الآسنة بباب كل يعني بيت، ما اضطر المواطنين الى يعني ترك بيوتهم وهجرتهم لمناطقهم واجروا بغير اماكن. زين احنا اليوم نوجه سؤالنا يعني المحافظ البصره، وصلتك هواي مناشدات على هاي المنطقه، ليش لحد الان ماكو استجابه؟ ليش اليوم هاي المنطقه هي احنا نسميها منطقه منكوبه، اي خدمات ما بيها؟ اليوم ابو التاكسي يقول انا ما اقدر ادب سيارتي على الشارع، يلا اقدر افوت لبيتي، يعني ماكو طريق منين افوت. زين هذا يعني الشخص شلون يقدر يامن على سيارته من يدبها على الشارع؟ ما يخاف انه تنباق؟
ممكن تتعرض للسرقة، ممكن يعني الغراض اللي بيها ممكن يعني بأي لحظة يجوز يشغلون السيارة ويطلعون. زي ليش هذا الإهمال؟ يعني اليوم نوجه سؤالنا لمحافظ البصرة، أهالي المنطقة يقولون إحنا اليوم وجهنا هواية مناشدات، وصلنا للمحافظ يعني ظاهرنا أكثر من مرة، لكن لحد الآن أي استجابة ماكو، يعني هاي المنطقة هي باقية على حالها. والآن زميلنا المخرج يعرض لنا يعني صور من هاي المنطقة اللي هي يعني منطقة منكوبة ومتضررة. اليوم نحب نوجه سؤالنا لمحافظ البصرة، تقدر تعيش بهيك منطقة؟ أنت والسادة المسؤولين والسادة النواب يعني عن محافظة البصرة، تقبل قرايبك وأهلك يعيشون بهيك منطقة؟ كلها مكب للنفايات، كلها مياه آسنة، كلها مجاري نشوف مخبوطة ويا مياه المطر، تقبلها أنت؟ تقدر تعيش بهيك مكان؟ زين أرواح هاي العالم اليوم كلها معرضة للأمراض، تتحمل أنت مسؤولية هاي العالم؟ يعني هاي المليارات اليوم بدها تنصرف وين بدها تروح؟ هاي المخصصات المالية والموازنات ويومية كتاب ومشاريع جديدة بدها تبنى بمحافظة البصرة، لكن لحد الآن ما شفنا منطقة بها خير بمحافظة البصرة. انضم ويانا الشيخ محمد. نعم، انضم ويانا السيد حيدر الجزائري من محافظة البصرة، وهو أحد وجهاء المنطقة وأيضا شيوخ العشائر. مرحبا بك يا سيد حيدر. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. نعم، تحياتنا إليك. سيد حيدر، بداية نريد نعرف شنو المشاكل اللي تعانيها منطقة الأصمعي، أهم المشاكل وأبرزها. أهلا وسهلا بكم وكادر القناة والمشاهدين الأعزاء. واقعا يعني منطقة الأصمعي جديد، لا جديدة فيها، فقط هي في التسمية، يعني تعاني من مشاكل حقيقية وجوهرية على صعيد الخدمات يعني وفي كل الاتجاهات يعني. نعم. خدمية بالمنطقة، يعني لا يوجد مشروع حقيقي منذ 2016، يعني هذا المشروع المجاري المتركب إلى 2018 2001 يعني. سيد حيدر تسمعنا؟ نعم، نرجع نكمل بين ما زميلنا المخرج يأمن الاتصال مرة أخرى بسيد حيدر. يعني الظاهر مشكلة الإنترنت إنه هاي مشكلة ما إلها أي حل بالعراق، بالإضافة لمشاكل الخدمية والصحية اللي مستمرة بالعراق. نرجع نكمل يعني. نعم سيد حيدر نسمعك. إيه نعم، وهذا المشروع لم يكتمل الا في 2019، مشروع المجاري. نعم. تصوري من 2016 منذ زمن المحافظ النصراوي الى 2019 اللي اكتمل هذا المشروع. ايش قد حجم المعاناه اللي مرت بها المنطقه نتيجه للطفوحات في المياه الآسنه التي وصلت الى بيوت والى المنازل يعني. نعم. طرق غير سالكه. السياره ما تقدر تدخل، الناس ما تقدر توصل للاسواق ولا للمدارس بالنسبه للاطفال. إضافة للأمراض والتلوث البيئي، يعني تعرف مياه مجاري هذه وموجودة طفوحات يعني، فهذه يعني معاناة حقيقية واستمرت لعدة سنوات. 2019 انتهى المشروع، ولكن أيضا لا يوجد مشروع تبليط. إلى الشهر السابع 2019 قيلت المنطقة واستبشرنا خير مشروع تبليط، بشر العمل بالمشروع ب 26/12/2019، ولكن ايضا توقف هذا المشروع. قال الشركه عندها الامكانيه نكمل المشروع، على الرغم ان المنطقه كيلو متر مربع 10 شوارع، لا اكو امكانيه تكمل المشروع، ولا المحافظه صرفت المبالغ والسلف للشركه وفقا لنسب الانجاز الموجوده. نعم. فبالتالي ايضا تلكي المشروع واعيدت الكره ثانيه، كما في عشناها في 2016 رجعنا الى 2020 ونفس المشكله. حاليا احنا المنطقه تراب وحفريات وايضا طرق غير سالكه للاسف، لانه المشروع بدا وتوقف. فما اعرف هذا لماذا هذا الاهمال المتعمد لمنطقه الاصمعي، منطقه الاصمعي اللي خرجت الاجيال والمبدعين اللي فيها اسماء لامعه يعني في عده مجالات. منطقه الشيخ
الاعلامي الشيخ محمد جواد السهلاني رحمه الله عليه، منطقه الكابتن هادي احمد، ومنطقه يعني كثير من الاسماء اللامعه في المنطقه، الشاعر احمد مطر الشاعر الكبير. مع الاسف انه تعاني هذا الاهمال، ويستمر هذا الاهمال طوال هذه السنوات، والان يعني المشروع متوقف. نعم نعم، يعني برايك يعني هذا الاهمال لهذه المنطقه هو اهمال متعمد؟ والله احنا يعني كوجهاء واهالي المنطقه وشباب المنطقه واقعا هو متعمد، يعني المنطقه لم تعرض على مشروع. انا اتابع بعض الكتب من 2012 اكو مخاطبات، نعم، انه تحال الى مشروع مجاري من 2012 الى 2019، نهايه 2019 الا اكتمال المشروع المجاري، وايضا شهد كثير من التوقفات والتظاهرات بالنسبه الموجوده من قبل الاهالي، والان ايضا بدانا بمشروع بلديه، مشروع تبليط ومقرنص للمنطقه، وايضا توقفنا واعيدت الكره. نعم. اكيد هذا اهمال متعمد، والاهالي صراحه يعني في حاله غضب، ولعله ينزلون الى الشارع بالوقت القريب، يعني لانه هذه حقوق، ابسط حقوق المفروض ليحصل عليها المواطن انه يحصل على هذا. صرنا احنا بال 2021 نحلم بتبليط، مشكله يعني. زين، يعني شنو سبب تلكوا هاي المشاريع؟ يعني ليش ما نفذت على أرض الواقع؟ ليش تأجلت حتى إشعار آخر؟ وشنو الأسباب؟ يعني بصراحة ما أعرف بالنسبة للأموال، يعني هسه هم يعني السلف لماذا لا تصرف؟ يعني احنا دائما نقول هو الفساد شنو؟ الفساد إلى أوجه متعددة وإلى أساليب متعددة، يعني الفساد مرة واحد ما يلتزم بعمل الوظيفي هذا فساد، مرة يأخذ اموال بدون وجه حق هذا فساد، مره انه مشروع يخسر يعني يخسرون عليه 7 مليارات ثم يتوقف ولا يكتمل، وبالتالي هذه الاندثارات اللي تصير والاتربه اللي تصير اللي توقف عمل المجاري يعني، والكيربر اللي راح صارت به مشكله، هذا كله فساد. يعني هاي بدل ان تكتمل الصوره وتقدم خدمه للمواطن، نعيد الكره مجددا و تروح هاي الاموال وهاي المليارات هدرا للاسف. زين، هاي السبع مليارات يعني سيد وين راحت؟ نعم، هاي السبع مليارات وين راحت على هذا المشروع اللي اصلا ما تنفذ؟ يعني ما اعرف يعني يعني سبع مليارات مبلغ مو هين. اي نعم اكيد، بالشهر الثالث 2019 اعلن عن عديد من المشاريع، ما اعرف وصلت الى 400 او 450 مشروع في محافظه البصره. نعم، ولكن ب مجرد ان تحال المناقصات الى الشركات تتوقف الاعمال، كثير من المشاريع متوقفه لا سيما منطقه الاصمعين. اقول هذه لما تعلن وبالاعلام وانه اكو مشاريع واموال تصرف، وين على ارض الواقع وين؟ ثانيا اكو مشاكل جوهريه، يعني مثلا عندنا مشروع الماي، ماء الاساله بالمنطقه صار له 25 سنه من نفذ مشروع الماء. هذا العمر الافتراضي لهذا المشروع انتهى، فهذه هم راح تصير لنا معوقات. هسه احنا حتى لو فرضا دفعت الاموال والسلف ورجع العمل، هم راح تصير لنا مشاكل حقيقيه مستقبلا، لانه هذا ماء الاساله العمر الافتراضي لهذه الانابيب انتهى. فالمفروض ما اعرف شلون يعني هذا سوء التخطيط اللي نسولف عنه، اللجان اللي ما اكثرها والمكاتب شلون يشتغلون. نعم، يعني سيد حيدر، اليوم عندكم المياه غير صالحه للشرب. زين، مشروع تصفية المياه وين وصل بمحافظة البصرة؟ نعم، ننتقل ويا الشيخ علي المنصوري، هو أحد وجهاء المنطقة. شيخ علي، مرحبا. مرحبتين، السلام عليكم. عليكم السلام. نعم شيخ، تسمعنا؟ نعم أسمعك أختي. نعم، واضح. شيخ، اريد نعرف يعني بقيه المشاكل اللي تعانيها منطقه الاصمعي. نعم، بالتاكيد مشاكل جمه يعني عديده. نعم. احد هذه المشاكل اللي هي مشروع البلدين ومشروع التبليط، لحد هاي الساعه المشروع طبعا صار له ما يقارب اكثر من سنه. لحد هاي الساعه لم ينجز منه الا القليل. نعم. بسبب سياسات طبعا المحافظه او الدوله، لانه الاموال ما قاعد تصرف وما قاعد توصل للمقاول. عندنا مشاكل اخرى من ضمنها مدارس، احدى المدارس اللي اسمها اعداديه الفرسان للبنين، هاي المدرسه صار لها تقريبا ما يقارب 10 سنوات
بها نسبة إنجاز تقريبا من 75 إلى 80%، أهملت المدرسة وصارت في عداد الاندثار يعني. نعم. مدرسة أخرى في مدرسة من الجاهزة وصلت إلى مراحل جدا متقدمة. لحد الآن طبعا المدرسة ما أنجزت، بالإضافة إلى التهديم صار بها والاندثار وتكسير الأبواب والجام وهاي أمور يعني أثرت على المدرسة الجديدة. وبسبب طبعا أنه المقاول مثلا ما أنجز عملها، أو بسبب المقاول أنه طلب او كذا، يعني هاي امور ثانويه احنا نعتبرها قياسا للامور الاصليه اللي هي المفروض المحافظه هي صاحبه المفروض اللي هي تتابع هاي الاعمال، لانه بالتاكيد احنا نتاسف انه تصرف هكذا مليارات والعمل ما منجز، يعني مشكله جدا كبيره يعني. اكيد. زين شيخ، هاي المدارس اللي تركت يعني الطلاب اللي يداومون بها وين؟ يعني انتقلوا بغير اماكن؟ وفروا لهم اماكن أكيد. بديله؟ اكيد اماكن بديله. عندنا مدارس صارت ثنائيه، يعني مثلا عندنا هسه متوسط مدرسه القرس انتقلت الى اعداديه العروبه. نعم. عندنا مثلا الفرقان انتقلت الى مدرسه اخرى وهكذا، يعني بحيث يصير تضارب حتى بالدوام يعني. هاي من ناحيه. من ناحيه اخرى اختي العزيزه، يعني حقيقه السياسه المتبعه بصرف الاموال سياسه جدا عقيمه، يعني ما نعرف يعني هذه المشاريع من تطرق او من تصبح على ارض الواقع. ليش هذا الاهمال يعني؟ يعني مشروع المجاري لحد الان، عفوا التبليط، لحد الان وصلت به نسبه انجاز احتمال الى 50 او 40% اللي اتوقعه، بس للاسف يعني توقف وصارت هواي اندثارات. انا متاكد انه المشروع السابق اللي هو مشروع المجاري صار به اندثارات بسبب الامطار وسبب السيول اللي صارت والاطيان، يعني ما اثر على المنطقة بالتأكيد. نعم. زين شيخ، اليوم شو تطالبون يعني؟ وجهتوا صوتكم ورسالتكم يعني المحافظ البصرة؟ رحتوا قابلتوا؟ يعرفوا بمشاكل هاي المنطقة؟ نعم نعم ست، المحافظ على علم وعلى اطلاع تام بالمشاكل، لكن للأسف ما أعتقد أكو إذان صاغية. بالنسبة للسيد المحافظ، منطقة الأصمعي لحد الآن أعتقد أو يندلها أو ما يندلها، ما أعرف يعني. نعم. ماكو زيارة اي مسؤول وخاصه المحافظ اتجاههم، يعني اللي نتوقعه واللي احنا نتصوره وتتصور الاهالي انه منصب على المناطق اللي الراقيه او المناطق اللي متطوره عمرانيا. نعم. وهاي المناطق الشعبيه مناطق مهمله تماما، اضافه الى النفوس الكثيفه لهذه المناطق يعني. نعم. زين شيخ، هاي يعني منطقه الأصمع هي منطقه زراعيه لو منطقه سكنيه من زمان؟ منطقة سكنية توزعت بالخمسينات على الموظفين وعوائل الصحة والشرطة ومصلحة نقل الركاب وكثير من دوائر الدولة. نعم. توزعت في زمن بالخمسينات طبعا، يعني مو جديدة ولا زراعية، حتى نقول اليوم ممكن تفتقر للخدمات لأن زراعية وما بها مثلا خطط وما مدروجة ضمن يعني الخارطة. فاليوم شو السبب يعني إذا هي يعني منطقة قديمة من الخمسينيات لحد هاي اليوم ما بها أي عمار ما بها أي خدمات؟ ست، بالنسبة للأصمعي من 2003 لحد الآن ما دخل أي مشروع ما عدا مشروع المجاري، وأنجز بمعاناة كاملة يعني. نعم. يعني نزلوا الشباب للشارع وصارت تظاهرة وصارت بعض الهفوات ومتابعة للمحافظة ووعود، بالاخير تحقق يعني. زين، لكن للاسف يعني هذا المشروع اللي انصرف عليه كذا مليار اجى وراه مشروع تبليط، يعني مشروع بلديه نسميه، للاسف توقف بالوقت الحاضر بسبب طبعا الاموال. ممكن انه الاهالي طبعا يذبون باللوم على المقاول او على المحافظه. احنا بالتاكيد ما نتعامل مع مقاول، نتعامل مع دوله، مع حكومه محليه، مع محافظ هو اللي مسؤول عنها مثل هكذا مشاريع. نعم. هو اللي يتابع، فاحنا كل املنا انه المحافظه تقدم على انجاز هذا المشروع يعني باي صوره من الصور، لانه الامر صار لا يطاق. نعم. زين شيخ، يعني اليوم انتم حكيتوا ويا المقاول؟ المقاول التقينا به وحكينا وياه ومتواصلين. نعم. وياه يبرر انه اموال ما مصروفه له. ما مستلم يعني الاموال، هذا السبب انه وقف المشروع. بسبب طبعا وعنده
توقف عمل اكيد موجود، لكن للاسف يعني ماكو اذان صاغيه، والكلام الوجهاء والاهالي والشباب. نعم. يعني هوان في شبك بالنسبه للمحافظه. زين، فلوس هاي المشروع وين راحت؟ اكيد يعني الفلوس موجوده، هي موجوده يعني ضمن الميزانيه اللي اقرت عام 2020. نعم. لكن الصرف ما موجود، يعني وخصوصا منطقه الاصبع الجديده. انا قاعد اطلع على بعض المناطق انه المشاريع ماشيه بها الامور وصار العمل جاري وانجزت الكثير من المشاريع، لكن منطقه الاصبع الجديد لحد الان مع الاسف توقف المشروع تماما، ويعني نعتبره اهمال متعمد. نعم. زين، شنو سبب هذا التعمد؟ حضرتك ذكرت انه هنالك اهمال متعمد، شنو الغايه من هذا الاهمال؟ يعني فشل في بالسياسه، سياسه المشاريع او اداره المشاريع، يعني نعم. مشكله يعني هذه. زين شيخ، برايك لو اكو مسؤول او مثلا نائب قاعد في هاي المنطقه ما كانت تعمرت؟ والله سيف بالنسبه للاصبع الجديد بها من الكفاءات ومن الاساتذه ومن الرتب العسكريه الكثير، يعني عندنا فرق، عندنا علويه، عندنا كذا. نعم. عندنا اساتذه الجامعات، عندنا شعراء، يعني ناس، يعني ناس كلش بس ما فيها مسؤول او نائب. لكن لا يعني اذا اكيد اذا نائب المنطقه اكيد تتعمر وتصير ستيت وتتبلط وتصير من اسهل المناطق. نعم. زين، وصلتوا صوتكم للنواب؟ والله ست صار لقاء مع مكتب الاستاذ عدي عواد. نعم. واتجهوا للشركه، طبعا اجى السكرتير ماله ومدير اعماله، واتجهوا للشركه والتقوا بالمهندس المسؤول عن العمل. الرجل قال لهم انا بالنسبه لي ما مستلم فلوس، يعني ومن حقي انه اوقف العمل لانه اكو عقد بيني وبين المحافظه. نعم. انه نستلم نشتغل حسب السلف. فما ماكو اي نتيجه يعني. زين، يعني شيخ اليوم انتم يعني كوجهاء المنطقه يعني المن تحملون المسؤولية اليوم؟ من يتحمل مسؤولية هذا الإهمال المتعمد؟ أكيد المحافظة بالتأكيد، يعني نعم. أنا ما أحمل لا مقاول ولا أحمل أي شخص، أكيد هي المحافظة المسؤولة عني وعن البنى التحتية وعن جميع أبناء البصرة وعن مناطق البصرة. نعم. أكيد هي اللي تحمل مسؤولية كاملة يعني. زين شيخ، أريد نعرف يعني من ظاهرته إجاكم مسؤول وصل للمنطقة شاف شنو مطالبكم؟ ست المظاهرة الأولى قمناها بال 2018 بأثناء مشروع المجاري. نعم. وجانا الأستاذ حسن النجار بوقتها وفود من قبل المحافظ. وبعدين التك العمل يعني حتى الأموال ما انصرفت، ورحت التقينا بالمحافظ مرة ومرتين. نعم. وتحركنا باتجاهات كثيرة. بالاخير يعني شلون صارت مثل الولاده العسيره يعني بشكل قيصريه انه صرفت المبالغ وجزء من المشروع، لكن الان الشباب طبعا متحمسين واحنا نتمنى انه شبابنا ما يدفعون اكثر، لانه انا في تصوري انه المحافظه يعني احنا اولادنا بالنسبه لنا اعزاز علينا وولدنا هم واموالنا، فلا يدفعونهم الى تظاهره او الى قضيه اخرى. بس شيخ يعني هذا حقهم، يعني اذا طلعوا الظاهرة وطالبوا بحقهم، يعني ما مطالبين بشيء غلط، هو يطلعون يتظاهرون يطالبون بحقوقهم، لان منطقتهم مهمله، منطقه منكوبه. بس انا اوجه كلامي اقول ليش الا بالمظاهرات يعني؟ نعم. يعني ماكو امور اخرى يعني؟ يعني انا منطقه عندي مهمله الا اطلع الظاهر يلا انه يجون يلتقون وياي او انه يوعدوني. نعم. اما هي المنطقه ست مهمله يعني، يعني معروفه، ليش اللي يدفعون الشباب للتظاهر؟ مو انتم هم طلعتوا التظاهرات قبل هاي، بس يعني ماكو استجابه لاي مطلب، وبقى الحال مثل ما هو عليه. وانا ست انا هذه اللي استغربها انه يعرفون الخلل وين. نعم. وشخصونه، لكن مع الاسف انه يتجاهلون هاي القضيه. زين شيخ، اليوم شو تحب توجه رساله يعني للسيد المحافظ ونواب البصره؟ والله ست بالنسبه للسيد المحافظ ونواب البصره، طبعا اكيد هو اللي يتحملون المسؤوليه كامله عن هذا التردي بالواقع الخدمي. نعم. بالاضافه الى المعاناه اللي تعانيها منطقه الاصمع الجديد، واللي هي طبعا تسميه اصمع الجديد، ولكن مع الاسف منطقه مهمله متعبه جدا جدا جدا.
فنوجه لهم رساله انه يهتمون بالعوائل بهذه المنطقه او باقي المناطق البصره. نعم. وخصوصا احنا بالوقت الحاضر نحكي عن منطقتنا، لان هاي المنطقه عانت ما عانت، واذا يجي مسؤول يتفضل يزور المنطقه ويشوف الواقع. نعم. واقع جدا مريض. فنطلب منهم ومو رجاء، لا واجبهم والمفروض انه يقومون به باكمل وجه. نطلب منهم انه زياره المنطقه، صرف مستحقات الشركه حتى تكتمل المشروع ونخلص من هاي المعمعات، بالاضافه الى انه عندنا مدارس المفروض انه تنجز ونسبه انجازها يفوق ال 80%. اكيد. وهي مشكله معاناه كبيره. نعم شيخ، خليكم يعني انتقل السيد حيدر ايضا موجود ويانا يعني عبر السكايب. يعني سيد حيدر، يعني عرفنا اليوم هي مو مشكله تبليط ومجاري ومياه يعني وغيرها، اليوم حتى اكو مشكله مدارس. يعني اليوم منطقه الاصمعي تفتقر لبعض المدارس اللي تم تهديمها، ولكن لحد الان ماكو اعاده بناء يعني تشييد لها. برايك شنو السبب؟ للاسف يعني بالنسبه للمشاكل لم تقف عند مستوى الجاري والتبليط. نعم. لكن حتى في اتجاه المدارس اللي هناك اموال صرفت على المدارس كما اعلن في الفتره الاخيره، ولكن عندك احصائيه عن هاي المبالغ سيد؟ يعني بالضبط ما اعرف، يعني حسب الاعلان انه توجد اموال. صوتي واضح؟ نعم واضح سيد، تفضل. يعني وبالتالي الأصمعي لم تشمل حتى بهذه الفقرة. يعني نعم. عندنا كثير من المدارس متوقفة منذ سنوات. مدرسة إعدادية الفرسان منذ 2009 هي مهدمة، ووصل العمل بها 50% أو أقل، ولا زالت كما هي منذ 2009 وإلى الآن. وإعدادية الفرسان الآن يداومون دوام ثنائي مع مدرسة قبس الابتدائية. نعم. هذه مشكلة، مشكلة الدوام الثنائي. صبح بنات ابتدائيه والعصر يستلمون من عندهم اعداديه، ما اعرف حتى مشاكل قانونيه شلون التربيه تجاوزوا هاي المساله القانونيه انه يداومون بنات وذكور في نفس المدرسه. نعم. يعني هاي المشكله من 2009 لحد الان ما لقوا لها اي حل. مدرسه ما قدروا يبنون. من 2009 والى الان احنا في 2021 ولا زالت المدرسه كما هي في نفس النسبه 50% ومهدمه. كذلك عندنا مدرسه الفردوس الابتدائيه ايضا. نعم. من مشاريع الوزاريه الهيكل الحديدي، ايضا وصلت الى مرحله من الانجاز 60 او 70% وتوقفت ولا زالت كما هي. ايضا عندنا مدرسه العدنانيه يعني ارجع العمل بها قبل فتره يعني قريبه، ايضا وصلوا الى مرحله من الانجاز وتوقفوا. ما اعرف هم ايضا نفس الاموال. ليش من توصل للاصمعي يصير نقص بالاموال؟ ما اعرف. يعني انتم مع المشاريع لما تحلوها غير المفروض الاموال المخصصه لها. نعم. يعني ليش من توصل الى مساله المجاري صار نقص بالاموال واضطرينا نتظاهر ونطلع ومشاكل بالقوات الامنيه وغيرها واحتكاكات؟ زين تجي الى مشروع التبليط ايضا الان نقص بالاموال والسلف وتوقفنا والطرق غير سالكه واتربه ومشاكل نعاني منها. تجي للمدارس نقص ما اعرف ليش مشكله الاصمعي. يعني وانا قلت ما ادري قبل شويه سمعتوني او لا، كان الاتصال مو واضح. يعني بالنسبه لمنطقه الاصمعي ايضا يحيط بها النهر من اربع جوانب. نعم. هذا النهر فيه كله مياه عسنه ماء اسود، كان المياه المجاري صبي، الان اذا اكتمل ماء المجاري يعني مشروع المجاري اكتمل، لماذا يبقى هذا النهر يحيط بالمنطقه من اربع جوانب؟ يسموها جزيره الاصمعي او جزيره الومبي. يعني مياه المجاري تصب بهذا النهر اللي هو محيط بالبيوت وبالاهالي. اللي هو محيط بالبيوت من اربع جوانب، كلما اسود وتعرفين المشاكل والامراض الصحيه وجاينا الصيف يعني وهذا الملاريا وغيرها الامور اللي تنتقل عبر هذه الاوساط. اقول ليش يعني هذه السكان تخلون هذه المنطقه تعاني؟ ليش 20,000 نسبه 1700 منزل؟ الى متى نبقى بهذا المستوى؟ يعني الى متى؟ نعم. وبصراحة رسالة كتبناها إلى محافظ البصرة نوجه بها العتب. نعم. وأقول لقد انتهت مدة 360 يوما لإنجاز مشروع التبليط اللي هو من 26/12/2019، المفروض بال 2020 تنتهي، يعني نهاية 2020 انتهت المدة. نعم. لأنه 360 مدة المشروع، لقد انتهت مدة 360 يوما وهي برعايتكم، لأن القطعة الموجودة في مدخل المنطقة
مكتوب برعايه محافظ البصره سيد اسعد العيداني، وهي برعايتكم كما في الاعلان المرفق المعلق في مدخل منطقتنا. وقد عشناها هذه الايام 360 يوما مليئه بالاتربه صيفا باعتبار ماكو تبليغ، وبالاطيان شتاء لانه هاي مياه الامطار لا تصرف، ماكو قليات تصريف الامطار، ما مكتمل المشروع. وبالاطيان شتاء بسبب نقص الخدمات وعدم اكتمال الاعمال البلديه. سياده المحافظ، اما ان الاوان لينعم الاهالي بحقوقهم المشروعه بمنطقه انجبت المبدعين والعلماء والشعراء. نعم، منطقه العلامه الشيخ محمد جواد السهلاني، علم من الاعلام، علام البصره، قدس السرخ، والشاعر الكبير احمد مطر، والكابتن هادي احمد، وغيرهم من الكفاءات. رسالتنا اليوم هي رساله عتب لهذا الاهمال المتعمد والنكران للوعود التي اطلقت في 2018 باعتبار التقينا به بعد التظاهره اللي اقمناها في 21/4/2018 في مبنى المحافظه. قال المشروع البلديه علي، حتى لو اخلي بلديه البصره هي تبلط المنطقه. اما ان الاوان، رسالتنا اليوم هي رساله عتب لهذا الاهمال المتعمد والنكران للوعود التي اطلقت في 2018 بمبنى ديوان المحافظه، كما هو في ونحن الان والحال كما هو في 2019 ان لم نقل أسوأ. وهنا بعد كل هذه الرسائل وهذه المناشدات يحق لنا ان ننزل الى الشوارع مجددا لنعبر عن المنا وحنقنا ولنطالب بحقوقنا المشروعه والتي اقرها الدستور العراقي. مضى شيء اكثر، وهذه دعوه لكل الشباب بالتهيؤ والاستعداد والانطلاق مجددا وفقا للدستور وفقا للاطار السلمي. نعم. لابد ان يعلو الصوت، لانه هذا المسؤول اذا انا قطن اذا ما تسمعه واذا ما تتحرك ما راح يسمع لك. يعني واقعا احنا ليش اوقات بعض الاسباب اللي خليهم نقول لانه الاهالي فقراء وما عندنا مسؤولين بالمنطقه والناس علقت حالها، خلينا نقول بالمنطقه، لهذا لا احد يلتفت اليها. هسه الان المشاريع وين تروح؟ تروح الى اراضي هي غير مأهوله بالسكان، مو يسموها اراضي الصبخ وغيرها، غير مأهوله بالسكان، وتترك منطقه بها 20,000 نسمه. شنو هالمفارقه العجيبه هاي مع الاسف الشديد. زين، هاي الرسالة اليوم اللي وجهتها للسيد المحافظ أسعد العيداني، برأيك اليوم راح تصير اكو استجابة لمطالب أهالي منطقة الأصمعي؟ وفي حال يعني تظاهرتوا، شنو نتائج هاي التظاهرات؟ والله بصراحة التظاهرات هي لأجل الضغط ولأجل يعني يصل الصوت، يعني الضغط الإعلامي، لأنه بالتالي احنا المسؤول لابد أن نوصل له يا أما باللقاء إذا كان هو فاتح بابه وفاتح مكتبه ويسمع لك، وإذا ما يسمع لك هو تضطر تستخدم الوسائل الأخرى اللي أقرها الدستور العراقي. نعم. مو؟ شنو هاي الوسائل الأخرى؟ حتى المرجعية الدينية أكدت. نعم. على هذه المشاريع، على المسألة أنه يعلو الصوت وأنه يطور من طرق الاحتجاج، مرة تظاهر ثم اعتصام ثم عصيان، ممكن أن يصل الحال. الآن سائق تاكسي تقول له تدخل للاصمعي، ما يدخل وياك للاصمعي، يا اما يصعد الكرو يا اما ما يدخل اصلا، يقول لك انا ما متوازن. يعني شنو ما اعرف، يعني بالتالي بالنتيجه لهم الحق الاهالي وفقا للدستور العراقي، ولابد ان يصل صوتنا، وصوتنا عاليا ان يصل الى المحافظه والى المحافظ والى الحكومه لكي يرفع هذا التقصير عن المنطقه وعن الاهالي. نعم. يعني سيد برايك، يعني في حال تظاهرتوا راح تكون هنالك استجابه لمطالبكم وحقوقكم المشروعه؟ والله نتمنى، واللي احنا شنو هم مواطنين بصريين، وان حق مثل ما موازنه تعطى موازنه للبصره في كل سنه، هاي الاموال وين جاي تروح؟ ان حق باعتبار من سكنه المحافظه ومواطنين، ان حق وفقا للدستور العراقي ان نتمتع بهذه الخدمات. يعني هذا هو مو استجداء ولا طلب، يعني هذا حقنا المشروع. نعم. انه شنو احنا بال 2021 ماكو تبليغ او تراب او الوضع مأساة واقع. زين، برأيك يعني الموازنة اللي خصصتها الحكومة العراقية لمحافظة البصرة اللي هي 1 تريليون، هاي الموازنة تكفي محافظة البصرة اللي اليوم تعاني من إهمال بكافة الخدمات؟ واقعا من تجي إلى مواضيع الموازنة، البصرة يحسبونها 2.5 مليون في حين هي 5 ملايين أو 4 ملايين، وبالتالي ماكو تناسب. يعني بالتالي أنت إذا تريد تقدم خدمات لخمس ملايين فتحتاج مبالغ فوق لذلك. فلما تجي الى مناطق كردستان وضعهم يختلف، وكذلك المناطق الاخرى. فلما تجي الى محافظه البصره اللي تعطي الميزانيه
من اموالها ومن البترول ومن ما تنتج 85 او 90% من موازنه العراق هي من البصره. ما يخالف العراق كله خليه ينعم بخيرات البصره، ولكن غير تلتفتون لاهالي البصره اللي هم بتماس مع المرض ومع السرطان. اكو حالات سرطانيه في غير محافظه اكثر من محافظه البصره، اللي اكو مشاكل يعني هسه من راح يجينا الصيف مشاكل الشرجي والجو الحار وارتفاع درجات الحراره موجوده في غير مناطق. زين وين الرعايه في مقابل ذلك؟ يعني اجواءنا تختلف، وضعنا الصحي يختلف، زين واحنا ننتج ولكن لا نعطى حقنا، على الاقل لو نريد حقنا مو اكثر من ذلك يعني. فواقعا مشكله هذا الاتجاه يعني. نعم سيد حيدر خليك ويانا نروح نشوف هاي المادة اللي عدنا اياها زميلنا المخرج، من بعدها نرجع نكمل وياكم. والله انا من سكنة منطقة الاصمعي، يعني عمري 43 سنة ما شفت خدمات بالاصمعي يعني. وحاليا هسه احنا بالاصمعي يعني حتى البيوت ما نقعد بيها ما نطيخ، لان مجاري ماكو، خدمات يعني نقول تحت الصفر. يعني هسه احنا من نطلع ونطب الونبي يعني مثل ما يقول يعني كلش نتأذى. اجت الشركة اشتغلوا تقريبا ربع العمل، نقول 20%، خلوا وراحوا. نحاكي سوينا مظاهرات طلعنا ما ادري شنو، قالوا ما منطينا فلوس المحافظة. زين يابا ادري سووا لنا حل، قالوا والله اذا هم المحافظة ما جاي يعطونا تخصيصات على مود نشتغل خدمات ولا شيء. ظلينا بالظل يعني، الشوارع كلها طينة، هاي اذا تمطر الدنيا ما نقدر نعبر يعني. بين قوسين حاشا اللي يسمع، البس لك جزمه وطب. زين انت هسه كم دوب اذا تعاني من هذا الشارع؟ ليش الشوارع البقيه زينه وهذا شارع نحن؟ الشركه يوميا مقاول تحكي، ذاك اليوم مقاول قلنا له شنو انت؟ قال والله المحافظه ما تعطيني فلوس. هذا مو عذر ما تعطيك فلوس، ليش؟ البصره بيها فلوس، بيها نفط، بيها غاز، بيها كل شيء بيها يعني. فلوسها وين راحت؟ بس هذا السؤال اللي اريده، وين راحت يعني؟ اناشد من احنا، اناشد من هم ناس فقر، احنا مو هم بشر، احنا مثل ما انتم بشر قاعدين على الكراسي احنا بشر. قد على قولتهم الصوره تتكلم، معاناه يعني ازليه يعني، من ذاك الحكم لحد حكومات تلو بعد الحكومه ماكو اي حل. اللي يجي ما جاي يلقي لنا حل يعني، يجي مجرد انه يستبدل الشركه يعني، هو هذا حل. والمشكلة استبدل الشركة جابها وجابوا ياها واحدة ثانية حسب ما اللي افتهمناه من الموضوع. يعني الشركة ما تقدر تشير لها سياج، متوقفة بشارع من بداية الأصمع لنهاية الأصمع على مود والله سياج واحد ما تقدر تشيله، أو حكومة ما تقدر تشيله، شلون راح تقدر تكمل أعمار منطقة كاملة؟ يعني أنت منا وقيس لا تقدر تمشي، جهالك ملتزم بالمدرسة، العوائل لا تقدر تطلع، وين ما تروح طين جل السامع. يعني وضعية يرثى لها، وجاي يشوف هسه الكاميرا بعينك، وهاي وضعية الأطفال. ومن ذاك اليوم لهاليوم، من زمن ذاك المقبور لحد هسه ما تغير أي شيء. شكرا لزميلنا المخرج اللي عد لنا هاي المناشدات من منطقة الأصمعي. أرجع ويا الشيخ علي المنصوري. الشيخ علي، يعني احنا شفنا من خلال المناشدات واللقاءات اللي عدناها مكتب البصرة، يعني اكو ارصفة جديدة يعني بالمنطقة. زين هاي الارصفة ما تحتاج الى تبليط، ما تحتاج الى مقرنص. زين المقاول انتو يعني شفتوه، حكيتوا وياه، ليش ما كمل المشروع لحد الان؟ زين عندكم تواصل وياه؟ لو اخذ الفلوس وراح مثل ما يقولون. نعم ست بالنسبة للمشروع. نعم. وصل الى هذه المرحلة، المرحلة اللي هو بدأ قلع بالقلع، وانه دفن بالسبويس، مادة السبويس. نعم. وحدد وعمل الأرصفة. لحد الآن حسب علمنا يعني انه المقاول ما مستلم بس الفوحدة اللي هي مبلغها 600 مليون. نعم. نسبة الإنجاز عنده كما ذكرت من 40 إلى 50، وربما وصل إلى 60% حسب دائرة المهندس المقيم. لكن لحد الان الاموال لم تصرف الى المقاول حسب السلف اللي رفعها الى المحافظه. هذا من جانب. الجانب الاخر ست بالنسبه لنا كمواطن، انا يعني حقيقه ما اتعامل مع مقاول. مقاول اذا عنده تقصير فهي الدوله المفروض تحاسبه، عندهم سيستم عمل، عندهم سياقات معينه، اكو دائره مهندس مقيم.
أنا بالنسبة لي كمواطن أطالب المحافظة أنه تنجز لي هذا المشروع بأسرع وقت ممكن. الأموال متوفرة موجودة، لو كانت الأموال ما موجودة يعني عذرا شيخ المقاطعة، أحب أنوه يعني السادة المشاهدين أن الاتصالات راح تكون مفتوحة بالأوقات الأخيرة من البرنامج، اللي يحب يشارك يتصل على الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة. نعم تفضل الشيخ. ست بالنسبة للمحافظة من أعطت مشاريع أو حالة مشاريع، نعم، غير حالة حسب ميزانية محددة للمحافظة. يعني هل من المعقول انه احاله مشاريع اكبر او من قدره الموازنه؟ نعم هذا الشيء ما اعتقده، يعني لانه انا اكو اداره تخطيط موجوده واكو محافظه واكو مهندسين بالمحافظه، حلول مشاريع حلولها وفق سياقات معينه. انا مثلا عندي نفرض موازنه التريليون، مثلا احيل مشاريع على قدر التريليون، اكيد ما احيل مشاريع تفوق التريليون. زين بيك يعني الواحد تريليون راح يكفي محافظة البصرة؟ لا سيد بالتأكيد محافظة البصرة من المحافظات المظلومة جدا يعني، والسبب أنا ما أعزي إلى الحكومة المركزية حقيقة، أنا عندي نواب المفروض إنهم يطالبوني. نعم زين 25 نائب بالمحافظة المفروض يكونون نار. البصرة محافظة مهملة، البصرة تعاني من سنين من زمن النظام البائد ولحد الآن. استبشرنا خير من سقوط النظام البائد وبعد 2003 توقعنا انه الامور تتغير وتصير الى نحو الافضل. لا مع الاسف يعني انا استغرب حقيقه، يعني مسؤول ما يقدر ينجز لك مشروع تبييض؟ اي مسؤول انت يعني؟ زين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وين المسؤوليه اللي تحملتوها يعني؟ يعني انا اذا 2021 لحد الان اطالب بالتبييض فعلى الدنيا العفة. مع الأسف يعني أنا عندي الدول وصلت للمريخ وللقمر وإحنا ندور تبليط ب 2021. إذا أنا لحد الآن أطالب تبليط وطالب 2021، فحقيقة ما أعتقد أكو مسؤول يعني يستحق أنه إلا مسؤول يعني. نعم. مع الأسف. زين شيخ الرسالة تحب توجهها اليوم لنواب محافظة البصرة؟ ست بالنسبة للبصرة، النواب البصرة طبعا يحام البصرة والمفروض يقولون على قدر المسؤولية، المفروض يطالبون بحقوق هاي المدينة المحافظة المظلومة اللي عانت ما عانت. مدينة تطلق ميزانية للعراق ما يقارب 94 أو 95% وتستلم تفاليس، يعني هذا ما ممكن. يعني وين صوتهم؟ وين المفروض يتركون الأمور الأخرى كلها، يدعون يكثفون جهودهم انه يطالبون بحصه البصره. ثلاث محافظات باقليم كردستان تستلم 10 اضعاف ما تستلم البصره، ويكن نفوسها ما يتجاوز ثلاث ارباع. خليكم يعني عودا المقاطعه نرجع لكم من بعد هذا الاتصال الهاتفي. يعني كرار علي من محافظه البصره. مرحبا كرار. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يرحم والديك. على مال اكتوبر. نعم. انا كنت من اهل البصره المدينه، كنت اشتغل ببغداد مال اكتوبر 2019. نعم. طلعت من كنت اشتغل بمطعم، طلعت من المطعم فظهرات وطقني وطقت، من طلعت ظلوا يرمون طشاري ورصاص حي. نعم. وحده بكتفي صوبت ووحده داخل عيني بالبوبو، عيني تلفت. الو. نعم كرر تفضل. اي وما لا العلاج لا شيء، راجعت كله على حسابي، بعت حتى عندي قطعه ارض جعالي بعتها، وقاعد حاليا هسه انا بغرفه وعيني ما اشوف بها وقاعد تنزف دم 24 ساعه. زين يعني كرر انت هسه جريح تظاهرات؟ جريح تظاهرات 2019، تقارير موجوده ومدينه الطب ومستشفى ابن الهيثم كلها. نعم. موجوده عندي تقارير. زين كرر انت جرحت ببغداد لو بمحافظه البصره؟ لا ببغداد. ببغداد يعني هسه انت من سكنت بغداد؟ راجعت على حسابي لقيت فلوسي كلها وعيني بعدي كذلك، وين ما اروح قالوا لي ما لك علاج الا خارج بالعراق، ما لك علاج الا خارج الدول. نعم. زين انا ما ضل شيء على حالي، انا وين انت؟ عندي صاحب جهال ثلاثه. زين كرار نعرف انت يعني سكنت بغداد؟ ها؟ انت من سكنت بغداد؟ لا سكنت بصره. من سكنت البصره؟ البصره بس شغل هناك. نعم.
وصارت المظاهرة في 2019 طالع اقدر اروح للتجمع. يعني انت كنت متظاهر لو من خلال عملك هناك يعني تصوبت؟ ها؟ انت يعني متظاهر يعني كنت بالتظاهرات مشارك لو من خلال عملك تصوبت؟ لا من خلال عملي انا طالع اهل السكن مالتي وصوبوني. نعم. مصرم بقشاري، قشاري مال هاي الكساري مال الطيور، عيني عيني كلفت ما اشوف بها صفر. نعم. وقعد فتره فتره تنزف علي والصواب قدامي بشدي. زين. كرال خلي رقمك بالكنترول ان شاء الله يعني نوصل رسالتك لمعالي وزير الصحه واللي عليه ان شاء الله ما يقصر. واللي علينا ايضا ما راح نقصر فيه. امانكم مو صعب جهال وضال، يعني انا بعدني عمري 21 سنه، يعني لا اشوف اريد اتوقف، يعني انا وين اطوف شيء ذاك برجعات. نعم، ان شاء الله كرار الخيرين بمحافظه البصره وبغداد ما راح يقصرون وياك. خارج العراق. نعم. قاعد اطوف واكل وشرب وبناتي بيها وكل اهلي، ومأجرها ايجار، وين اطوف شيء انا؟ نعم، كرار خلي معلوماتك ويا الشباب اللي بالكنترول حتى نتواصل وياك. شكرا جزيلا لاتصالك. تحياتنا لك. نعم. ارجع ويا الشيخ علي نكمل حديثنا الشيخ. نعم ست. نعم. ست سالتيني بالنسبه اوجه كلمه الى نواب البصره. طبعا اكيد اللي مو على قدر المسؤوليه المفروض انه ما يتصدى لهذا العمل اذا اشوفه عمل شاق ومرهق وما يقدر يقدم خدمه للمجتمع. نعم. او لهذه البصره، هاي ذمه. نتمنى انه يكونون على قدر المسؤوليه انه يطالبون بحقوق البصره الحقوق الحقيقيه. نفوس البصرة لحد الآن حاسبين 2.5 والبصرة المحافظة مهملة تماما للأسف، اللي مو على قدر المسؤولية لا يقول أنا مسؤول ولا يظلم هاي المحافظة اللي عانت ما عانت. نتمنى أنه يتحركون باتجاه الحكومة المركزية للمطالبة بحقوق البصرة. من ناحيتنا احنا هذه منطقه الاصمعه الجديد وعلى لسانهم على لسان شيوخها واساتذتها وشبابها نطالب المحافظ بانجاز مشروع التبليغ بالاضافه الى مشاريع المدارس اللي متوقفه لحد الان، وهذا قاعد يعني يشكل عائق بالنسبه لاهالي المنطقه. نعم، شيخ علي نريد من عندك كلمه اخيره. اسال الله سبحانه وتعالى اول شيء انه يوفق، وشكرا على هذا تحت هذه الفرصه لتبيان معاناه منطقه الاصمع الجديد. الكلمه الاخيره اوجهها للسيد المحافظ انه يهتم منطقه الشركه المنفذه لغرض انجاز المشروع بالاضافه الى المدارس، وهناك امور اخرى ممكن انه يتفضل السيد المحافظ او اي مخول من عنده يزور المنطقه ويشوف معاناه المنطقه. وشكرا جزيلا لكم وعلى اتاحه الفرصه، ممنون. شكرا جزيلا لك شيخ علي. انتقل ويا سيد حيدر الجزائري، رد من عندك سيد حيدر كلمه اخيره. نعم، يعني كلمه اخيره اقول الانتخابات على الابواب. نحن رفعنا شعارا في مظاهرات 2018 وقلنا الاصمعي تقاطع الانتخابات، لا انتخابات دون اعمار ودون مشروع حقيقي. نعم. هذه في 2018 وفعلا اغلقت المنطقه امام المرشحين يعني، وصار اكو تراجع. لا تخلون الناس والاهالي توصل مجددا، يعني هذا هو حق طبيعي لكل انسان انه يدلي بصوته ويوصل للناس المسيحيين والاكفاء والوطنيين، حتى بالتالي يوصلون الى الاماكن حتى يخدمون شعابهم وناسهم. لا تخلون الاهالي مجددا تذهب بهذا الاتجاه. انتم اذا تردون اصوات واقع ان هم المسؤولين دائما يتواجدون ويظهرون وقت الانتخابات، وهذه الانتخابات هي قانونها يختلف، مناطق يعني قسمت الى دوائر متعدده، فبالتالي انت اذا تريد اصوات الاهالي تعال شوف الاهالي. مدرسه يعني بالنسبه للمنطقه بها عده مدارس الان امامي احصائيه مثلا، يعني هاي الناس شلون جاي توصل للمدارس؟ يعني صعوبه بالغه اخلص هذا الشيء واقعا. يعني متوسطه الثائره وياها النجوم الابتدائيه، الشهيد ازهر وياها يعني الفردوس الابتدائيه، الفرسان مع قبس، العروبه كذلك، الاتراب ومتوسط غدير، نور الحسين والفكر العربي، هذه كلها مدارس موجوده بالمنطقه، حتى المناطق القريبه علينا العاليه والاساتذه ابنائهم يدرسون يمنا بالمنطقه. منطقه تعاني من هذه الاطيان وهذه الاتربه، هو مشكله هاي، شلون راح نخلق جيل واعي مثقف يخدم اذا كنا بهذا المستوى؟ نعم. فاقول هذه نصيحه للمسؤولين لنواب البصره او غيرهم او ممن يفكر
يفكر بالترشيح للدوره الانتخابيه القادمه، سمع عرف تصير انتخابات بشهر العاشر او لا. احنا ورا هاي طغمه مستكبره سياسيه، ما اعتقد راح يخلون هذا الصوت بشكل طبيعي ويصير انتقاد سلس وديمقراطيه حقيقيه بالعراق. فبالتالي اذا كنتم تريدون اصوات الناس، انزلوا الى الشارع وشوفوا معاناه الناس، ارفعوا هذه الاذيه وهذه المعاناه عن الناس حتى تستحقون تاخذون اصواتهم، والا لا تضطرون مجددا انه راح نرفع مجددا شعار انه نقاطع الانتخابات، والنتيجه شنو؟ راح يخسر البلد. نعم اكيد. شكرا لك سيد حيدر الجزائري، شكرا لك اليوم ويانا في برنامج المعتمد، تحياتنا لك. الرسالة اليوم اللي نحب نوجهها إلى محافظ البصرة وأيضا نواب البصرة، التفتوا لمناطق محافظتكم. محافظة البصرة هي أم الخيرات، حرام هيك تنهمل. يعني الانتخابات جاية، خلوا العالم تدعيكم أحسن ما تدعي عليكم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا يوم غد إن شاء الله وملف جديد. مع السلامة. We'll be right back.